بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره أو رأى ما يكره، وذكرنا فيه حديث أبي مسعود البدري وحديث زيد بن خالد الجهني. والليلة نصل إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أُكثر عليه غضب، ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث فيه هذا الأدب من آداب المعلم، وهو زجره لمن أخطأ، ويكون ذلك بالتي هي أحسن وبما يقنع، ولا يكون ذلك عن شدة ولا عن تجهم ولا عن تنفير. فهذا الحديث رواه عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا من وجه آخر. فهنا عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأله بعض الناس، وقد كره لأصحابه كثرة السؤال، وبين أن الله كره لهم ذلك، ونهاهم عن تشعب المسائل، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، وهو أحكم الحاكمين، فهو ينزل من العلم ومن الوحي ما شاء، وتنزيله يأتي في الوقت المناسب الذي يحتاجون إليه. وكثرة العلم دون أن يكون معها عمل أو قبل أن يحتاج إلى ذلك مما ينسيه، فينسي بعضه بعضاً أو لا يقوم الناس بحقه، وهذا ما خيف عليهم، ولم يكونوا يكتبون إذ ذاك، ولم يكونوا متفرغين للعلم، بل كانوا مجاهدين ويدعون ويتربون. فلو أن العلوم أنزلت عليهم جملة كما كان للأمم السابقة لاختص بها قوم وكانوا رجال دين، فكانت فيهم الرهبنة، وهذا غير وارد في الإسلام، فأهل الإسلام جميعا رجال دين، وكلهم لا بد أن يأخذ حظه من ميراث النبوة وأن يتعلم هذا الوحي. فلذلك أنزل القرآن مدرجا في 23 سنة، وبين الله حكمة ذلك، فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكل ما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا سيأتيهم في الوحي، فهذا الوحي منهاج شامل لشؤون الدنيا والآخرة، وكل ما يحتاج إليه لا بد أن يأتي فيه. ولذلك ضمان الله لحفظه شامل لما يحتاج إليه منه، ما لم يصل إلينا من الكتب الحديثية، ونحن نأسف على فقدها، ككتاب بقي بن مخلد، وهو المسند الكبير الذي هو من أجمع كتب الحديث. من حكمة الله أن ما فيه من الأحاديث التي نحتاج إليها هي فيما وصل إلينا. وقد كان الناس يأسفون على فقد سنن سعيد بن منصور، ولم يكن يوجد منه إلا مجلد واحد، فوجد منه 5 مجلدات الآن مطبوعة، ولكن ما جاءت بجديد، كل ما فيها من الموجود سابقا. وهكذا فعلم أن حفظ الله للشرع مقتض لحفظه للحديث، وأن كل ما يحتاج إليه من العلم سيبقى موجوداً إلى أن يرفع هذا القرآن ويرفع العلم ويتودع من الناس. فلذلك كره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، لا عن تجهيل ولا عن تحريص على عدم العلم، بل العكس، كل ذلك يقصد به التحريص على العلم وعلى حفظه وعلى العمل به. وكان هذا من أدب الناس حتى بعد نزول الوحي واستتمام الشريعة، فكان الفقهاء إذا سئلوا عن مسألة قالوا: هل نزلت أم لا؟ فإن قيل: لم تنزل بعد، قالوا: دعونا من الأرائيتيين. الأرائيتيون هم الذين يقولون: أرأيت لو كان كذا. دعونا من الأرائيتيين، إن لها رجالا يعاصرونها يفتح لهم فيها.
فكل قوم إنما يفتون فيما يزيد من النوازل في زمانهم ويفتح لهم فيه، أما ما لم يرد فالأصل عدم التكلف في ذلك، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، ولفظ كرهها هنا ذكره البخاري في الباب لأنه قال: إذا رأى ما يكره أو رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره هو هنا قال كرهها، أو رأى ما يكره أي ما يخالف الشرع، سواء كانت تلك المخالفة على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. وفي ذلك إشارة إلى حديث آخر سيأتي به البخاري في الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا الفرق بين ما كره وما حرم. وهذه الأشياء التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وجه كراهتها إما أنها لم تقع أو أنهم لا يحتاجون إليها أو أن فيها ما هو مما لا يعنيهم، وقد نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالحديث عن ما مضى من شأن الناس ودولهم وتواريخهم مما لا يدخل في حياتنا ولا نحتاج إليه في يومياتنا هو مما يخالف حسن إسلام المرء، لأن حسن إسلامه يقتضي أن يهتم بما يعنيه أولا، وفيما يعنيه غنية وقنية وكفاية، فمن الصعب أن يحتاط الإنسان بكل ما يعنيه فضلا عن أن يتكلف ما لا يعنيه. وقد كان بعض الدعاة يقول: الواجبات أكثر من الأوقات، ويقصد أن واجبات الإنسان علما وعملا ودعوة وجهادا قد لا تتسع لها الأوقات وهو سائر في الطريق، فليس معنى ذلك أن الله شرع لنا ما هو معنتنا وما هو أكثر مما نتحمل، بل لم يشرع الله لنا إلا ما نطيق، لكن أوقاتنا مزدحمة، وقد قعد المواق لذلك قاعدة جميلة فقال في كتابه سنن المهتدين، قال: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب شديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. فلما أكثر عليه أكثروا عليه من هذه المسائل، الشيء اليسير يمكن أن يتحمل، ولذلك فإن أصحاب الكهف برنامجهم في كهفهم ترسيخ صفتين فيهم، هما الرحمة التي يتعاونون بها فيما بينهم، والرشد الذي يعاملون به غيرهم. فقالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا في دعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لكن عندما بعثوا قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ هذا ليس في البرنامج، كأنه سؤال خارج الموضوع، ومع ذلك لم يتندروا به، فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ومع ذلك أجمعوا قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فلم يسترسلوا في مثل هذا النوع، ولم يتضايقوا أيضا من السؤال القليل خارج الموضوع. فهذا هو أدب العلم، أن الشيء اليسير مما يخرج عن الموضوع لا حرج به، والشيء الكثير الذي يمل ويفسد الوقت مذموم. فلما أكثر عليه غضب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لغضب الله، والمقصود بغضبه هنا ما يرى في وجهه، ولم يتكلم بما يفهم منه الغضب، وإنما يعرف في وجهه الغضب، وكان في جبهته عرق يدره الغضب فيحمر وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سلوني عما شئتم. أراد أن يؤدبهم بأدب، فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، فلهذا قال: سلوني عما شئتم، وهو تنبيه لهم على أنه من قبل نهاهم عن كثرة المسائل وأن ما لا خير فيه لا يسألون عنه، مع ذلك أحال المشيئة إليهم فيما يسألون عنه. قال رجل: من أبي؟ هذا رجل من قريش وكان صاحب دعابة،
وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وكان كثير الدعابة واللعب، وله قصص في ذلك، منها أنه حل غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لقد علمت يا رسول الله أنك لن تسقط. وكذلك فإنه أمر على سرية فأصابهم برد شديد، فلما رأى فيهم ذلك وهم غزاة ومجاهدون وينبغي أن لا يستكينوا للبرد، أمرهم فجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا كبيرة، ثم قال: ألست بأميركم؟ قالوا: بلى. قال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم أن تقتحموها. فقالوا: ما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعبد الله كان بعض الناس يعيره من قريش، يعيرونه فينسبونه إلى غير أبيه، وذلك لأن من يكثر الدعابة والخطاب الناس سيخاطبه الناس، كما قال الربيع بن أبي الحقيق: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه بما لا يدع مجالا للشك، فقال: أبوك حذافة بن قيس بن عدي. وسمعت أمه بهذه الحادثة فأقسمت لا تكلمه بعد، قالت: لقد علمت ما كان عليه نساء الجاهلية، فأردت أن تفتضحني أمام الناس، ولولا أني حصان لافتضحت. فأمه أقسمت لا تكلمه بعد، لأنها رأت أنه معتوه. ولذلك قال البدوي رحمه الله: فهو إذا معتوه لدى الحصان أمه. لدى الحصان معنى العفيفة أمه، فجعلته معتوها لأنه يسأل عن هذا الأمر، ونساء الجاهلية فيهن كل ذلك. فقام آخر، رجل آخر، فقال: من أبي يا رسول الله؟ وهذا الرجل من قريش، وكان ينتسب لرجل آخر من قريش، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم النسب المكروه، معناه الذي لم يكن يريده، فنسبه إلى مولى شيبة. فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وحينئذ لا منازعة، فقد ثبت أيضا أنه ليس لأبيه، وأصبح نسبه هو النسب الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ما في وجهه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أفقه الناس وأعلمهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه أي من الغضب، قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وسيأتينا في حديث أنس أن عمر برك على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، أي فسكت الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكوت الغضب معناه هدوءه، فلما سكت عن موسى الغضب أي هدأ الغضب عنه. ثم قال: باب من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم. هذا أدب آخر من آداب المعلم، وهو إعادة الحديث وتكراره ليفهم. والناس ثلاثة أقسام: قسم يحفظ بالمرة الواحدة وهم الأذكياء، وقسم لا يحفظ إلا بكثير من التكرار، وبينهما نطاق وسط وهو جمهور الناس. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الكلمة قالها ثلاثا لتفهم، فالثلاث لا تمل الأذكياء الذين حفظوا من مرة واحدة، وما زاد عليها سيملهم، ولو اقتصر على كلمة واحدة على مرة واحدة لاستوعب ذلك الأذكياء ولم يستوعبه من دونهم. فلذلك أخذ بالحد الوسط وهو وسط الناس، فكان يعيدها ثلاثا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، لأنه أخبر أن ربه جل جلاله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فكان
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، وإذا سلم على مر على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذا تكلم بكلمة أي من العلم مما يحتاج فيه إلى الفهم، وليس ذلك في كلام الناس المعتاد. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة النبوة والتبليغ عن الله، والصفة البشرية. فالصفة البشرية يتكلم بها كلاما بشريا كالسؤال والاستفهام والإخبار بالأمور المعتادة ونحو ذلك، وهذا لا يحتاج فيه إلى تكرار. وصفة النبوة والتبليغ يحتاج فيها إلى أن ينقل ذلك عنه، لأنه أمر بالتبليغ، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ يحصل برواية العدل الواحد عند الجمهور، فلا يلزمه أن يبلغ كل من أرسل إليهم قطعا، لأنه أرسل إلى من بلغ إلى يوم القيامة. ولكن إذا روى عنه من تقوم به الحجة فذلك كافٍ. وقد قال جدي رحمة الله عليه: لا يلزم النبي أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو ما اتفق. إذا روى عنه واحد، كثير من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام هي من رواية أفراد، واحدا أو اتفق من الناس. وهذا الواحد في الأصل لا بد أن يكون ممن تقوم به الحجة، ولذلك رد الحنفية حديث بسرة بنت صفوان في أن من مس ذكره فليتوضأ. قال الحنفية: هذا من أحكام الرجال، وهو مما يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه، فلم ينقل تواترا، ولو كان الحديث صحيحا لرواه رجل، والرجال رووا خلافه كحديث طلق بن علي: وهل هو إلا بضعة منك. فلذلك رأى الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن هذا الحديث من أحاديث النساء وهو من أحكام الرجال. ولذلك قال عبيد الله بن عمرو بن حزم، عبيد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس الذكر، فقال أبي: ما علمته. فقال عروة: أخبرتني بسرة بنت صفوان به. وعروة قد تلقاه أولا عن طريق مروان عن بسرة بنت صفوان، فلما تشكك فيه عروة أرسل مروان حرسيا إلى بسرة فصدقته، ثم سمعه عروة من بسرة فكان يحدث به. وهذا النوع يسمى عند أهل الحديث المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد معناه أن تروي الحديث بنزول ثم تجده بعلو، فتارة تحدث به بالواسطة وتارة تحدث به بالمباشرة، فكل قد حصل. فهذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة، إذا أتى على قوم معناه مر عليهم، كما جاء التصريح بذلك في الحديث الآخر. الباب هي حديثان لأنس، وحذف المختصر هنا أحدهما. فإذا مر على قوم هو معنى أتى على قوم، فسلم عليهم سلم ثلاثة. والخلاف في معنى سلم ثلاثة، فقيل قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقيل بل معناها قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه ثلاث جمل، لأنه جاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال عشر، فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. وذلك أن كل جملة دعاء، وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون حينئذ سلم عليهم ثلاثا بمعنى قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو قيل معنى ذلك السلام وما بعده، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم، كيف أحوالكم مثلا، فيكون هذا سلاما بثلاث جمل، بلفظ السلام وبما بعده مما يسأل عنه عادة من الأحوال. ثم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. عقد هذا الباب لأن تعليم العلم جاء فيه طلب العموم، وأن يكون مشاعا للناس، وأن يتعلمه الناس جميعا.
لكن ليس معنى ذلك أن يهمل الإنسان تعليم أهله، فأهله الأدنون هو مسؤول عن تعليمهم وعن وقايتهم من النار، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الإنسان أن يسعى لوقاية أهله وأولاده ومن حوله من النار، ومثل ما ينفق عليهم في شأن الدنيا فيبدأ بنفسه ثم بمن يعول، كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فكذلك تعليمهم وإرشادهم وتربيتهم ونصحهم يبدأ بالأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. وبين ذلك في أمته وأهله، وذلك أن اللفظ الأهلي يطلق إطلاقين: إطلاقا خاصا على الزوجة، وإطلاقا عاما للأقارب جميعا. فأهل الرجل امرأته، وأهل الرجل أيضا كل من حوله من الناس. وبما أن الأمة هي التي وردت في الحديث صرح بها بالخصوص، فقال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ورواه عنه عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من سادة التابعين من العراق. وقال عامر للذي حدثه به عن طريق بريد وهو أبو بردة عن أبي موسى قال: لقد آتيناكها بغير شيء، وكان يرحل في مثلها إلى خراسان، مسافة طويلة في طلبها فيما دونها إلى خراسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. المقصود أن هؤلاء الثلاثة ممن يؤتون أجرهم مرتين، وليس المقصود أنه لا يؤتى أحد أجره مرتين غير هؤلاء الثلاثة، فقد جاء في القرآن إثبات أن أمهات المؤمنين يؤتون أجرهن مرتين. قد قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومعنى ذلك مضاعفة الأجور، فالحسنة بعشر أمثالها لكل الناس، ويضاعف الله لمن يشاء. وأمهات المؤمنين إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فلهن بعشرين ضعفا، وإذا كانت تضعيف إلى ألف ضعف مثلا فلهن بألفين، إذا كانت بسبعمائة ضعف فلهن بألف وأربعمائة ضعف، وهكذا. هذا معنى أن تؤتى أجرها مرتين. وهذا التضعيف ذكره الله في الحسنات هنا، لكن قال أيضا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا لم تضاعف السيئة، فالسيئات لا تضاعف وإنما تكون بمثلها فقط إلا أن يتجاوز الله عنها، لكن الوعيد على أمر لم يقع، وقد حفظهن الله جل جلاله وأكرمهن وطهرهن، لكن كان هذا تهديدا لمن سواهن وموعظة بليغة لكل المؤمنات. قال: يا نساء النبي، وقد قامت عليهن الحجة أكثر من سواهن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. فالمقصود بمضاعفة العذاب ضعفين أي بشدة العذاب، شدة الجزاء، وليس المقصود أن السيئة تضاعف، السيئة لا تضاعف. ونظير هذا في شدة العذاب ونحوه عدد من مما وردت فيه نصوص في شدة العذاب، فالمقصود به الشدة لا المضاعفة. لذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب ليس المقصود مضاعفة السيئات بل المقصود مضاعفة جزائها وما يترتب عليها. نسأل الله السلامة والعافية. رجل من أهل الكتاب أي من الملتين السابقتين من اليهود ومن النصارى، وإذا أطلق أهل الكتاب فالمراد هاتان الملتان. وقال الطائفة بل يدخل معهم الصابئون لأن الله ذكرهم مع اليهود والنصارى في إقامة الحجة وفي الذين يميزهم الله يوم القيامة من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، فعدهم مع اليهود والنصارى. آمن بنبيه، فاليهود نبيهم المقصود موسى لأنه الذي أنزلت عليه التوراة، ومن وراءه من أنبيائهم إنما هو مجدد للملة، والأنبياء منهم من جاء بملة جديدة ومن كان مجددا لما عفا من ملة سبقت، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمقصود بالشرعة الملة العامة، وهي يشمل ملة من سبق وملته هو. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أمر بملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمره باتباع ملة إبراهيم وهو قطعا صاحب ملة وتجديد، وكتابه مصدق لما بين يديه من الحق وناسخ له ومهيمن عليه. فدل ذلك على أن بعض الأنبياء يكون مجددا مصلحا في جانب معين. فلوط على ملة إبراهيم، لأن يعني الله قال فآمن له لوط، ولكن مع ذلك جاء هو مصلحا لأمر شاع وهو الفساد والشذوذ الذي شاع في أصحابه. وشعيب كان على ملة إبراهيم كذلك، ولكنه جاء أيضا مصلحا لفساد مالي شذوذ فيما يتعلق بالميزان، في تخسير الميزان وإبخاس الناس سلعهم وأموالهم، جاء الإصلاح المالي. آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى مثل نبيهم عيسى، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان على ملته السابقة، ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم اتبعه، أو كان على ملته السابقة ولما قامت عليه الحجة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اليوم من كان منهم صادقا في اتباع ملته ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يضيع عمله السابق، بل يكتب له فينال أجرين، أجر الملة السابقة وأجر هذه الملة، وطبعا أجر هذه الملة أعظم وأكبر وقد سبق ذكر ذلك. ولهذا فإنه ساق المسلمين أفضل بكثير من الدرجات من رهبان اليهود والنصارى وأحبارهم، فهم ساق وجهلة وهم أفضل من أحبار ورهبان، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا من أحد سوى الإسلام، وقد سبق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وسبق الحديث الذي أخرجه مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرط السماع، قال لا يسمع به، فقيل المقصود بالسماع مجرد أن يسمع أن نبيا بعث، ولو سمع به مشوها كما تسمعون الآن ببوذا أو تسمعون بأي معبود من معبودات الأرض، يجب عليه أن يتثبت وأن يبحث حتى يصل إلى جلية الأمر وعلمه. وبمجرد بلوغ اسم الإسلام واسم هذا النبي قامت عليه الحجة، ولو مات ولم يسلم فهو إلى النار. وقيل المقصود بسماعه به أي على وجه الحق، فإن لم تبلغه دعوته وإن كان سمع به، ولم تبلغه هذه الدعوة إلا مشوهة ومكذبة ومات على ذلك، فقال هؤلاء هو معذور، فيكون مثل أهل الفترة الذين يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويمتحنون حينئذ، فمن علم الله فيه الخير وفقه للتصديق، ومن علم فيه الغير خذله فسلطه على نفسه بالتكذيب.
وهذا يشمل بعض الأمم التي لم يصل إليها المسلمون كبعض أطراف الأرض. واليوم عن طريق الشبكة وعن طريق الإعلام بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولكن لا ينكر أن يبقى بعض العوام والمزارعين وأطراف الناس في اليابان أو في الصين أو في أماكن شتى لم يسمعوا بالمسلمين ولم يسمعوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء كأهل الفترة يبعثون يوم القيامة ويمتحنون، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما قامت عليهم الحجة. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، هذا الثاني من الذين يؤتون أجرهم مرتين، العبد المملوك إذا أدى حق الله وأدى حق مواليه، فحق الله وما أوجب الله عليه وما نهاه عنه، وحق مواليه معنى طاعة أوليائه ونصحهم، فإذا فعل ذلك كان له أجران، وذلك أنه خفف عنه في مقابل الملك في التكليف، فأسقطت عنه الزكاة، وأسقطت عنه الجمعة، وأسقط عنه الجهاد، وأسقط عنه الحج إلا بإذن وليه، فأسقط عنه كثير من التكاليف في مقابل ما عليه، ومع ذلك ازداد أجره، فهو ممن يؤتى أجره مرتين. فيكون مالكه مثلاً الحر إذا صلى وصلى معه عبده، للمالك أجر صلاة واحدة وللمملوك أجر صلاتين، وذلك في مقابل الرق. وقد سبق أن الرق ليس إهانة ولا أذية للبشر، وإنما هو صفة حكمية تمنع صاحبها أو تنقص من صاحبها بعض الأهلية، فهو مثل السفه ومثل الحجر، وهي صفات ناقصة للأهلية ولها سبب، وسبب الرق في الأصل الكفر، ورتب الشارع عليها أحكاما، ولكن هذه الأحكام أيضا في مقابلها رتب عليه أجورا وفضلا، وحض الشارع على عتق الرقاء حظا كثيرا. ولذلك جاء الثالث من هؤلاء الثلاثة الذي يؤتى أجره مرتين، قال ورجل كانت عنده أمة، وقد جاء هو بهذه الرواية وهو يطأها، وليست فيها هذه الرواية في هذا الموضع من الصحيح من صحيح البخاري. رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، كانت عنده أمة كان يملك أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. والفرق بين التأديب والتعليم أن التعليم في الجانب النظري وأن التأديب في الجانب التطبيقي، فالتأديب هو في التدريب والجانب العملي، والتعليم هو في الجانب النظري. فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران، لأنه أولا أجر العتق والتحرير، وأجر الإحسان إليها بالزواج بعد ذلك، فهذان أمران، أو أجر التدريب التعليم والتأديب، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، فكل ذلك مما يضاعف الله به الأجر. ثم قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. طبعا وجه الاستدلال في الحديث السابق القسم الثالث، فإنه علم أهله، وأمته هنا هي من أهله. قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، هذا من آداب المعلم، وهو مراعاة الفروق الفردية بين الناس، وهذه الفروق منها ما يكون شخصياً ومنها ما يكون جماعياً. فالجانب الشخصي سيأتينا فيه اكتبوا لأبي شاه، مراعاة الأفراد الذين لا يحفظون ويكتب لهم. أما ما هو جماعي كما ذكر هنا في النساء، فإن النساء لا يلين الإمام وقد يخفى عليهن شيء من خطبته، وفي بعض الأحيان يشتغلن بأولادهن فتنقطع بعض المعلومات فلا يسمعن ولا يستوعبن ذلك كاملا، فاحتجن إلى إسماعهن وخصوصية لهن، فخصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة الإمام النساء. والعظة التاء التي فيها عوض عن الواو في أولها،
التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها، فأصل ذلك وعظ لإمام النساء، فحذفت الواو وعوضت منها التاء، وذلك مثل عدة وزنة وضوبة ونحو ذلك مما حذف أوله وعوضت فيه التاء في آخره. والإمام هو فاعل المصدر وهو عظته، والنساء هذا المفعول المصدر كما تعلمون إذا أضيف إلى فاعله ينصب مفعوله، وإذا أضيف إلى مفعوله يرفع فاعله، كما قال ابن مالك: وبعد شره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. عظة الإمام النساء وتعليمهن، معناه باب تعليمهن أيضا تعليم الإمام النساء. والمقصود بالإمام هنا من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهو الذي وعظهن وعلمهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا الحديث في عيد، إما في عيد أضحى أو فطر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وكان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور، يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. فهو في هذه الدولة الحديثة ويتربص بها الأعداء، وأعداؤها فيهم من الداخل المنافقون واليهود المجاورون الذين هم من رعايا الدولة، وفيها من الخارج المشركون والدول الكبرى المحيطة بها في فارس والروم. فهو يحتاج إلى تكثير السواد، لأنه يردع الأعداء ويهزمهم ويظهر أبهة الإسلام، فلذلك أمر النساء بالخروج إلى المصلى، وشهودهن للأعياد يعلمهن، يستفدن تعليما ووعظا وأجرا، ومع ذلك يفيدن في تكثير سواد المسلمين. فالدعوة محتاجة إلى كثرة السواد، فلذلك احتيج إلى خروج النساء لمثل هذا، وأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للأعياد. كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور، يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، حتى الحيض، ولكن أمرهن أن يعتزلن المصلى، معناه لا يدخلن بين الصفوف، هذا مصلى صحراوي ليس فيه بناء، لكن لا يدخلن بين الصفوف. وكان النساء ذاك الملابس ليست بالكثيرة، فكان بعضهن لا تجد ما يكفي في الستر، فأمرهن أن يقتربن إلى أخواتهن يسترنهن معهن من ملابسهن، إذا كانت إحداهن تلبس عباءة متسعة تدخل معها جارتها فتسترها إلى أن تقوم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الناس فوعظهم في خطبة العيد، وخطبة العيد بعد الصلاة، لما صلى العيد قام فخطب، فظن أنه لم يسمع النساء، أنهن لم يتمكن من كلامه لكثرة الناس، وإلا فصوت النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كما ذكرنا سابقا كان يسمع من البلاط من 500 متر، أي نصف كيلو، يحفظ الناس خطبته من نصف كيلو. وقد بينت أم حميد وغيرها أنها كانت تحفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في دارها، تسمع خطبته في مسجده وهي في دارها فتحفظها. فخرج ومعه بلال، وكان بلال من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جهاز أمني مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالحراس. والأجهزة الأمنية النبوية ثلاثة: جهاز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحراس، وهذا الجهاز من رئيسه عبد الله بن مسعود، ومن أفراده أبو بكر الصديق وبلال ومحمد وسلمة وسعد وأبي وقاص وعدد من الصحابة الكرام هم الحراس. والجهاز الثاني جهاز أمن الجماعة، وهو الذي يعرف أسرار الجماعة ومن سيدخل في فتنة ومن فيه شائبة نفاق، وعلى رأسه حذيفة بن اليمان، ومن أفراده أبو هريرة، وسيأتينا قريبا حديث يدل على ذلك، وهو أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني من العلم أما أحدهما فبثته
وأما الثاني فلو بثثته لقطعتم مني هذا الحلقوم. فهو هذا المتعلق بأخبار الناس ومن سيدخل منهم الفتنة ومن يكون شرا ومن تسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. والجهاز الثالث هو جهاز الأمن الوقائي، جهاز التجسس ومكافحة التجسس، وعلى رأسه عمرو بن أبي أمية الضمري وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة شهرا، فيحدد المنازل أين سيقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأين سيبيت ومكان الإبل ومكان الخيل ومكان السقاية، يحدد ذلك كله. ومن أفراد هذا الجهاز صفوان بن معطل السلمي، وكان يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة ثم يلحق به، ثم يبقى في ذلك المنزل يوما وليلة ثم يلحق به، فإذا بقي شيء من المتاع أو جاء الطلب من ورائهم أو وصل إليه خبر لحق به فبلغه. وهو الذي جاء بأمنا عائشة رضي الله عنها لما تخلفت في غزوة المريسيع، وكان ذلك سبب حادثة الإفك. هو دائما مكلف بهذه المهمة، يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة في كل منزل ثم يلحق به. وقد ذكر القرطبي في التفسير في قصة صفوان بن معطل هذه في سورة النور أنه يسن لكل مسافرين أن يكون لهم درك يبقى وراءهم فيحمي ظهورهم ويأتيهم بما تخلف من متاعهم وشأنهم ويؤمن لهم في الخلف، إذا جاءهم خبر جاءه خبر أو أي شيء تجدد يخبرهم به. وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي لكن ما أحفظ نظمه تماما، فيه يندب ترك السافرين أين كانوا أمينا بالغيوب عينا، يتركوا أمينا بالغيب عينا وراءهم. فظن أنه لم يسمع النساء، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء أي جميعهن، فوعظهن من جديد مع أنه قد وعظهن في خطبته العامة للناس فخص النساء بذلك، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وذلك أنه قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، فوعظهن هذا الجملة الأولى من الباب، وأمرهن بالصدقة هذا الأمر الثاني مما في الباب، باب معقود لأمرين، العظة والتعليم، العظة في قوله وعظهن، والتعليم في قوله وأمرهن بالصدقة، وذلك أنه بيّن لهن أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وبيّن لهن قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وقد سبق الحديث. فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة، جعلت المرأة أي كل امرأة أو عدد من النساء، وليس المقصود أنها امرأة واحدة، جعلت المرأة تلقي القرطة، وفي لفظ فجعلن وأومأ إلى حلوقهن وآذانهن، فيأخذن حليهن يأخذنه من الآذان ومن الرقاب ويرمين به يتصدقن به، وهذا مبادرة في الخيرات، فبالإمكان أن تذهب إلى بيتها وتأتي بصدقة أو ترسلها إلى المسؤول عن ذلك جمعه وهو بلال، لكن أردنا المبادرة إلى الخير، وقد شرع الله ذلك فقال فاستبقوا الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى ذلك يوم التغابن. فأردنا المبادرة إلى الخيرات، فما معهن من المال إلا حليهن، وهذا الحديث يدل على مشروعية خروج المرأة بالحلي المستور، أن ما كان مستورا من حليها يجوز أن تخرج به، حتى لو علمت أنها ستأتي بقرب الرجال كما كخروجها إلى المصلى الصحراوي في العيد، فيجوز أن تخرج بحليها المستور، لكن أمرهن الله بعدم الضرب بأرجلهن لئلا يسمع صوت خلاخيلهن، فالخلخال الذي يكون في الساق إذا سمع صوته ذلك الصوت هو الذي يسمى وسوسة في لغة العرب،
ومنه الوسوسة، وسوسة الشيطان، لأنها كالصوت الخفي، فصوت الحلي هو الذي يسمى وسوسة. ومن ذلك قول الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت. وكذلك قول أبي تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. استعمل الوسواس في معنيه: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. والله أمرهن لا يضربن بأرجلهن، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ودل ذلك على أن ما كان مستورا باللباس هو ما يخفين من زينتهن، وأنه لا حرج في الخروج به. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي الخروج به، ما ليس مخفيا من الزينة لا يخرجن به. والأقراط جمع قرط، وهو ما يعلق في الأذن من الحلي، والمثل يضرب بقرطي مارية، قالوا: أغلى من قرطي مارية. مارية هي أم أبناء جبنة ملوك غسان، ملوك دمشق في الجاهلية، وأقراطها كان المثل يضرب بهما، قالوا: أغلى من قرطي مارية. جعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة، تنزع الخاتمة من يدها فتلقيها أيضا. وبلال يأخذ في طرف ثوبه، بلال يأخذ ما يرميه النساء فيجمعه ويجعله في طرف ثوبه لبيت المال، فهو مكلف بهذه المهمة. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء هنا بعد أن خطب خطبة عامة تشمل الرجال والنساء، خص النساء وذكرهن ذكرى خاصة، قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم قال: باب الحرص على الحديث. عقد هذا الباب وهو من آداب الطلب، ولكن فيه أدب أيضا من آداب التعليم. فالحرص على الحديث أن يكون الإنسان حريصا على ما يستفيده من العلم، ويعلم أن العلم سلعة غالية، وأنه لا ينال إلا بالجد والتشمير والاجتهاد، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، ولا يمكن أن ينال إلا بسهر وتعب. فموسى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحرص على الحديث بالخصوص على جمعه دليل رشد، لأن الإنسان يزداد من حظه من ميراث النبوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث قصة حصلت لأبي هريرة رضي الله عنه، وقد أسلم في العام السابع من الهجرة، ولكنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص أصحابه على حفظ الحديث. وسيأتينا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه على حفظ الحديث، فأمره أن يبسط رداءه أو ثوبه، فحثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا، وأمره فضمه إليه فما نسي شيئا بعد. هذه معجزة من معجزات النبوة. وكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، مع أنه لم يعيش معه إلا ثلاث سنين، لكن حفظ فيها هذا العلم الكثير. قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس، معناه وأحقهم وأكثرهم حظا فيها، بشفاعتك يوم القيامة؟ والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة، الشفاعة في دخول الجنة، لأن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، ولذلك
نسب الله الشفاعة إلى الشافعين، فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشافعون الذين يشفعون منهم الرسل والأنبياء، فكل منهم يشفع في من شفع فيه، ومنهم الصالحون ممن دون ذلك. ففي هذه الأمة رجال يشفع كل واحد منهم في مثل ربيعة ومضرة، في قبائل كبيرة، ومنهم الشهداء فإنهم يشفعون في ذويهم، ومنهم الولدان الصغار الذين ماتوا قبل الحنث فإنهم يشفعون في آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الآباء يشفعون في أولادهم، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأهل العلم يذكرون 9 شفاعات. أولها الشفاعة الكبرى، وهي مختصة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع في أهل الموقف جميعا، يدخل في شفاعته آدم ومن دونه، فكلهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، وسيأتينا أنهم يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء لم يثني به أحد قط على الله، فيثني به عليه، فيناديه: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الكبرى للناس، يدخل فيها الكفار والمسلمون إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم بعدها الشفاعة الخاصة، وهي الشفاعة الصغرى، وهي للكافر المشرك الذي مات على الكفر بتخفيف العذاب عنه، وهذه تنال رجلا واحدا وهو أبو طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخفف عنه العذاب. وقيل الذين يرون أن أبا طالب أسلم يقولون هي لأبي لهب، فإن أبا لهب يسقى قدر ما بين إصبعيه في يوم الاثنين الذي اعتق فيه ذويبة حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعموما رجل واحد من أهل النار هو أخفهم عذابا، يخرج من النار فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وفي رواية: فيطأ جمرتين بأخمصيه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا يوم القيامة. وهذه الشفاعة تخفيف العذاب فقط، ولكن ليست إخراجا من النار ولا إدخالا للجنة. وكذلك الشفاعة لمن يستحقون دخول النار من المسلمين فيحال بينهم بين دخول النار، وكذلك ممن دخلوها من المسلمين فيخرجون منها وقد اسودوا وامتحشوا كما سبق في الحديث السابق. وكذلك الشفاعة لدخول أهل الجنة، وهي الشفاعة في فتح أبواب الجنة، فإنه أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة 8 بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أولا الشفاعة الكبرى لأهل المحشر من الساهرة لينطلقوا إما إلى جنة وإما إلى نار. ثانيا الشفاعة للكافر الذي هو مستحق للبقاء في النار لتخفيف عذابه فقط وليس لإخراجه. الثالث الشفاعة للمسلم الذي يستحق النار أن لا يدخلها. الرابع الشفاعة للمسلم الذي دخل النار ليخرج منها. الخامس الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوها لتفتح لهم أبوابها ليدخلوها جميعا. السادس الشفاعة برفع الدرجات للذين كانوا في ربض الجنة ليرتفعوا إلى أعاليها. السابعة الشفاعة بجمع الشمل في الجنة، فمن كان في درجة عالية من أهل الفردوس الأعلى وكانت زوجته أو كان ابنه أو أخوه في درجة دون ذلك بالشفاعة يجتمع شمله. الثامنة الشفاعة بحقوق الآدميين فيما بينهم، فقد سبق أن الحقوق 3 أقسام: حق لا يغفر وهو الشرك، وحق لا يترك وهو حقوق الآدميين، وحق في المشيئة وهو حقوق الله المتمحضة. التاسعة شفاعة رب العالمين جل جلاله، يقول: انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، وقد سبق فيها الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله.
أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير أو من إيمان، فتلك شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. ويحثي ثلاث حثيات بيمينه جل جلاله، وهؤلاء في قلوبهم إيمان علمه الله ولم يظهر عليهم بأي ظهور، لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فالإيمان الخفي في قلوبهم أخرجهم الله به من النار بشفاعة الرب جل جلاله وهو أرحم الراحمين. فهو يسأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة، ظننت هنا بمعنى علمت وإيقنت، أن لا يسألني عن هذا الحديث أي عن هذا الأمر أحد أول منك، معناه قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فبين أن هذا أنه علم ذلك عن طريق القرينة لا عن طريق الوحي، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين، فكثير من الأصوليين ينكرون الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن كل أعماله عن طريق الوحي فقط، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن في أمور غير التشريع وغير ما ينزل إليه من الوحي يجتهد كأتم الناس عقلا، وهو أتم الناس عقلا وتدبيرا وأكملهم خلقا وخلقا، فهو يجتهد كما يجتهد الناس. فلذلك قال له: لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا لم يرها عن طريق الوحي، وعلم أنه لن يسأله أحد عن هذا الأمر قبل أبي هريرة، بما علم ذلك بينه: لما رأيت من حرصك على الحديث، لم يقل أن جبريل أخبره وأوحى إليه بذلك، بل إنما عرف ذلك لما رأى من حرص أبي هريرة على الحديث. وهذا دليل على أن المقصود بالحرص على الحديث ما يشمل حفظه وفهمه، فأبو هريرة هنا إنما سأل ليفهم عن أمر متعلق بالشفاعة، فهو يعرف أن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حاصلة ويؤمن بها، لكنه سأل عن أسعد الناس بشفاعته. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. فالذين قالوا لا إله إلا الله وكانوا صادقين في ذلك مخلصين لله جل جلاله، لم يقولوها إكراها ولا طمعا، وقالوها على علم، فشهدوا بمقامات الشهادة الأربع السابقة التي بينا لكم: المقام الأول العلم، والمقام الثاني النطق، والمقام الثالث الالتزام بمقتضياتها، والمقام الرابع السعي لإلزام الغير بمقتضياتها. ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله قد بينا أنها أربع: أولها أن لا يعبد إلا الله، وثانيها أن لا يدعى وأن لا يتوكل وأن لا يعتمد إلا على الله، وثالثها أن لا يشرع ولا يحكم ولا يحل ولا يحرم إلا الله، ورابعها أن لا يحب حب الإلهية إلا الله، وقد ذكرنا أدلتها من القرآن فيما سبق. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أيضا ذكرنا أنها ثلاثة: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، بالإضافة إلى ما مع ذلك من الأدب معه وتوقيره وإجلاله ومحبته، فذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، قال ابن تيمية رحمه الله: نصوص الوعد والوعيد كلها مقيدة، كل آية وكل حديث فيه وعد بدخول الجنة أو فيه وعيد بدخول النار فهو مقيد، وليس شيء منها باقيا على إطلاقه. كيف يكون مقيدا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكنه ترك الصلاة أو قتل نفسا تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ليس أسعد الناس بشفاعته، فلا بد أن يكون مع ذلك الالتزام، وهذا من مقتضياتها أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث وآيات الآيات والأحاديث التي فيها وعيد بدخول النار على ذنوب معينة فهي مقيدة، لأن المقصود إذا لم يتب ولم يؤمن ولم يختم الله له بخاتمة السعادة. كثير من الناس مثلا يسمع الوعد
في حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أو تجده يحافظ على الصلاة في الجماعة لأنه سمع الوعد في ذلك ولكنه يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يقع في هذه الفواحش. لا بد أن يخاف على نفسه وأن يعلم أن الوعد مقيد، والله كريم سبحانه وتعالى ونحن لا نتألى عليه، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن وفقه وتاب عليه فبفضله، ومن خذله وأضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. من قال لا إله إلا الله خالصا، معناه قال ذلك مخلصا، والإخلاص بمعنى التوحيد الكامل الذي لا يشوبه شك ولا ريب ولا إشراك، من قلبه معناه قال ذلك مقتنعا به من سويداء قلبه، أو من نفسه. أبو هريرة تردد هنا في هذه الكلمة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه؟ ومعناهما واحد، لأن المقصود القوة الباطنة في الإنسان التي يعبر عنها بالقلب، لأنه الذي تقلب به الآراء حتى يصل الإنسان إلى الصواب، ويقال له النفس لأنه باطن الإنسان وحقيقته، ويقال له البصيرة لأنه تدرك به الأمور، ويقال له الفؤاد لأنه يفأد الإنسان ليهتم، وهكذا. فكل هذه القوى الباطنية لها أسماء متعددة، والعقل لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب، وكلها أسماء وظيفية تطلق على هذه القوة الباطنية بسبب وظيفة من وظائفها. بعض الناس يظن أن هذه أشياء متعددة، القلب والعقل والنفس والبصيرة والفؤاد، هذه ليست أشياء متعددة، هو قوة باطنية، وهذه القوة الباطنية لها وظائف، فوائد تقوم بها، أدوار، فكل وظيفة تسمى فيها باسم. وهذا الحديث فيه أدبان، أدب للمعلم وأدب للمتعلم، فأدب المتعلم هو الذي عقد له الباب، وهو الحرص على الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عرف منه الحرص على الحديث وشهد له بذلك. وأدب المعلم وهو تشجيع الطالب والثناء عليه بما فيه من الخير تشجيعا له على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع أبا هريرة وبين له أنه موقن أنه لن يسأله أحد عن هذا السؤال قبله، هذا سؤال مهم، فشجعه عليه. ثم قال باب كيف يقبض العلم، عقد هذا الباب لكيفية قبض العلم، وقد ذكرنا أن العلم سيرفع، وذكرنا أنه في آخر الزمان سيرفع القرآن، فعقد هذا الباب لكيفية قبضه، وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو هذا. فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الرواية التي في البخاري رؤوسا جحالا، وفي هذا الموضع رؤساء جاءت في رواية أخرى قد سبق أنها رواية الترمذي. فعبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، معناه أن ينزعه في وقت واحد، وقد جاء في لفظ انتزاعا ينتزعه من الناس في وقت واحد كرفع القرآن مثلا، رفع القرآن يسرى عليه بليلة واحدة فيمحى من القلوب والمصاحف، وذلك أيضا حال رفع الأمانة، فإنها ينام الرجل النومة فيسرى على الأمانة فتمحى من قلبه، فيصبح أثرها كالوقت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الذين اختارهم وأتمنهم على الوحي، يبقي معهم ما معهم من الوحي حتى يموتوا وهم على ذلك، ولكن يقبضهم الله سبحانه وتعالى فيعجل قبضهم. وإذا قبض العلماء ولم يبق من يرثهم ولا من يحمل علمهم، حينئذ يقبض العلم، لأنهم الذين يرونه ويحملونه وينزلونه منازله.
بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما، إذا لم يبقى عالم تقوم به الحجة في الأرض أو في أطرافها. وقد جاء تفسير قول الله تعالى أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن ذلك بقبض العلماء، فموت العلماء هو نقص الأرض من أطرافها، هذا التفسير لبعض السلف. وإن كان التفاسير السلف كما ذكرنا لا يقصد بها الحصر، فقبض الأرض من أطرافها أيضا فيه وجه آخر، وهو أن السماوات والأرض في الأصل كانتا رتقا ففرقهما الله سبحانه وتعالى فتقهما، فالسماء لا تزال في ازدياد مستمر مضطرد كلما ارتفعت، لأن الله قال السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض لا تزال في انكماش، فاليبس ربع الأرض، ولكن ما يخفي الماء من الأرض يظهر مقابله في جهة أخرى من جهات الكرة الأرضية. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض التي قدر بها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا أي قادة جهالا، فيستفتونهم ويسألونهم في أمور الدين فيفتونهم بأهوائهم المضلة. ورواية رؤساء جهالا بمعنى أن القيادات الزمانية التي تتولى السلطة والقيادة تتجاسر على الفتوى وتريد أن يكون لها مكانة بما لا تستحقه من أمور الدين، فحينئذ تؤمم الدولة قضية الفتوى وتعين فيها من ليس كفاً ويوسد الأمر إلى غير أهله، فيتخذ الناس رؤساء جحالا، فهم جحال بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كثرت أقوالهم ولو اشتهروا في الإعلام ولو انتشر صيتهم بين الناس فهم جحال، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ما نشهده ونراه. فسئلوا يسألهم الناس فأفتوا بغير علم، وهذا جسارة على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بغير علم، وقد عدل ذلك الشرك بالله، لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عدل الشرك بالله جل جلاله، جسارة عظيمة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان ما لا علم له به في شرع الله. فضلوا وأضلوا، يترتب على ذلك ضلالهم حين تجاسروا على الله وتجرأوا على شرعه، وإضلالهم لغيرهم لأن الناس سيتبعونهم على ذلك. وقد بين الله أنهم أظلم الناس في سورة الأنعام، فالذين يفتون الناس على غير علم ويضلونهم هم أظلم الناس. ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم معناه لا أحد أظلم من هؤلاء ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهم أظلم الناس. ثم قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. أقد هذا الباب هل يجعل الإمام للنساء يوما على حدة أو هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، معناه يجعل لهن يوم يتعلمن فيه، فإنهن يستحيين وقد جبلن على الحياء ولهن كثير من الأحكام التي تختص بهن ولا يستطيعن السؤال عنها أمام الرجال وأمام الناس، فلذلك من الأدب والفضل أن يجعل لهن يوم. وأيضا النساء ذوات غيرة فيحتجن إلى خصوصية في هذا، فلذلك جعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك
فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قد ذكره هنا من رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قالت النساء، أي قالت وافدتهن وهي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قد أخبرت أنها وافدة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، وهذا من غيرة النساء، فالرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي مجالسه، والنساء يستحيين، وإن كنا يحضرن بعض المجالس مع الرجال في بيته صلى الله عليه وسلم، ويحضرن الخطبة في المساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من ذلك، كما سيأتينا في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساهد الله. ولكن مع ذلك أردنا الخصوصية. قالت: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. فلما سأله النساء أن يجعل لهن يوما لا يزاحمهن الرجال فيه، وعدهن يوما، خصص لهن يوما. هذا اليوم هل هو متكرر أو كان يوما واحدا محل خلاف، فقد جاء بعض الروايات تدل على أنه يوم متكرر، وهذه الرواية التي بين أيدينا في حديث أبي سعيد، وكذلك ما سيأتينا قريبا أيضا في حديث أبي هريرة، لا يدل على التكرار، وإنما هو يوم واحد وعدهن فيه. لقيهن فيه، اجتمع إليه عدد منهن، وليس المقصود أنه لقي جميع النساء المؤمنات، بل لقي عددا منهن فيه. فوعظهن وأمرهن، أمرهن معناه بالمعروف، فكان فيما قال لهن. هذا الوعظ ليس دائما نذارة، بل فيه بشارة، وهذا الهدي النبوي، لأن العيش الطبيعي للمؤمن أن يعيش بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ويخاف، فإذا عمل صالحا رجا أن ينجيه هذا العمل الصالح، وخاف أن لا يتقبله الله منه، فيكون بين الرجاء والخوف، وإذا عمل سيئة خاف من عقوبتها ورجا مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيكون بين الرجاء والخوف، إلا عند إقباله على الموت، فحينئذ يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. وقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي تشعر بالجمع بين الرجاء والخوف، ومن أبلغ ذلك آية سورة الليل، فإن الله قال فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا رجاء عجيب جدا، هذه النار لا يصلاها إلا الأشقى، أشقى أفعل تفضيل، شديد الشقاوة، الذي كذب وتولى، فتقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فيأتي الرجاء. لكن تقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى، شديد التقوى، الذي هو على مقام التقوى، أفعل التفضيل، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فتقول: أنا أيضا لست كذلك، فيأتيك الخوف، فتبقى بين الرجاء والخوف. فأولها للرجاء وآخرها للخوف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. أي امرأة قدمت ثلاثة من ولدها، أي لم يبلغ الحنث، كما في حديث أبي هريرة، أي لم يبلغ الاحتلام، إلا كانوا لها سترا من النار، كما في حديث أبي هريرة، في حديث أبي سعيد هناك كان لها حجاب من النار، كان لها حجاب بينها وبين النار، وذلك لأجل الصبر، فالمصائب تكفر السيئات، مصائب المؤمنين تكفر السيئات،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وإذا أخذ الله صفي الإنسان من أهل الدنيا فصبر فما له جزاء إلا الجنة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا كان لها حجاب من النار، وفي الرواية الأخرى حجابا من النار، أي كانوا لها الثلاثة حجابا من النار. وفي حديث أبي هريرة: سترا من النار. قالت امرأة منهن واثنين: لعل هذه المرأة فقدت اثنين من أولادها فأرادت أن يكون لها هذا الوعد، فقالت: واثنين؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية أبي هريرة، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث، معناه ولا إلى أولاد، ماتوا صغارا، فذلك أقمن لحزن أمهن عليهم، أمهم عليهم، وليكونوا حجابا من النار، لأن الكبير أصبح مستقلا وسيبعث وحده يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما الصغير إذا كان من أولاد المسلمين فهو من أهل الجنة بالإجماع، وإذا كان من أولاد الكفار ففي خلاف على سبعة أقوال: قيل من أهل الجنة لأنه لم يبلغ الحنث ولم تقم عليه الحجة، وقيل من أهل النار تبعا لأبويه، وقيل من أهل الأعراف بين الجنة والنار، وقيل لا يحشر بل يبقى في البرزخ أصلا، وقيل بل يكون كأهل الجاهلية أهل الفترة فيمتحن، وقيل يوقف عنه فلا لا يتكلم فيه، وقيل يكونون كالدواب والبهائم فيحشرون لاستقصاء المظالم ثم بعد ذلك يذهبون. هذه سبعة أقوال. قد أشار السيوطي إلى بعضها في الكوكب الساطع فقال: والخلف في ذرية الكفار، قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ، والمصير ترما والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف، وولد المسلم في جنة الخلد بإجماع النوي، ولد المسلم بالإجماع من أهل الجنة. نقف هنا للصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. هذا أدب من آداب المتعلم، وهو أنه إذا سمع شيئا فلم يفهمه ولم يستوعبه فيشرع له أن يسأل حتى يفهمه، وكذلك إذا فاته سماعه فيسأل حتى يسمع ما فاته. وكان أهل الحديث يجتمع عدد كبير من الناس على المحدث، فمن الصعب أن يستوعبوا كلامه أو كلام القارئ عليه جميعا، فكان بعضهم يستكمل من بعض، يسمعه الذي بجنبه ويستبيحون الرواية بذلك، لأن الذي بجنبه كأنه مسمع عن الشيخ. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين وهي خالته، وحدث عنها هي في الحديث مقدمة، وهي أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تسمع شيئا لم تحفظه إلا راجعت فيه، لم تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. عائشة دائما كانت إذا سمعت شيئا لم تعرفه معناها لم تستوعبه، كما إذا حصل لديها تعارض بين نصين ففهمت أحدهما على أنه ناف للآخر كما في هذه القصة، أو رأت أن هذا النص من الحديث مخالف للنص من القرآن مثلا أو نحو ذلك، تسأل حتى يبين لها. وذلك أن القرآن قطعي الدلالة، ولكن ليس أن القرآن قطعي الورود، ولكن ليس كله قطعي الدلالة، ففيه
ما دلالته ظنية يفهمه بعض الناس على وجه ويفهمه آخرون على وجه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. لما أرسله إلى الخوارج قال: خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. يمكن أن نختلف في فهم كثير منه. والقرآن أربعة أقسام في التفسير. القسم الأول منه متضح الدلالة الذي لا يختلف في معناه اثنان، وذلك مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. هذا لا يختلف اثنان في دلالته، فيعرفه جميع الناطقين بالعربية حتى لو كانوا أطفالا صغارا يفهمونه، ولهم الحق أن يفسروه، يجوز لهم تفسيره، لأن هذا من القطعي البدهي الذي يفهمه كل أحد من الناطقين بالعربية. القسم الثاني ما كان فيه غريب من اللغة، فهذا يرجع فيه إلى أهل اللغة العربية المتخصصين فيها والدارسين لمعاجمها ومراجعها ولغتها وأشعارها، فهم الذين يستطيعون استيعابه، وذلك مثل غريب القرآن وغريب السنة كقول الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وكقوله تعالى: وفاكهة وأبا، ونحو ذلك. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمرجع في هذا إلى أهل اللغة. القسم الثالث ما كان فيه خفاء من الدلالة من جهة الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق؟ هل الفم والأنف داخلان في الوجه فيجب غسلهما كغسل الوجه، أو يدخل الأنف ولا يدخل الفم، لأن الفم له سداد بالشفتين والأنف ليس له سداد، والوجه هو ما يواجهك عند لقائك لأي إنسان، ومن داخل الفم الأصل أن لا يواجهك، لكن داخل الأنف يواجهك دائما لأنه ليس له سداد. فهذا كله محل بحث. وكذلك غسل تخليل اللحية وغسل ما بين العذار والأذن، ما بين العذارين والأذنين، هل هو داخل في قوله فاغسلوا؟ وكذلك الدلك، هل هو داخل في مفهوم الغسل؟ المرجع في هذا إلى أهل الاجتهاد وأهل الفقه والأصول، فهم الذين يعرفون دلالات الألفاظ على الأحكام، فيرجع إليهم في تفسير هذا النوع من الأدلة من القرآن والسنة. القسم الرابع ما كان من المتشابه الذي فيه خفاء في أصل دلالته، وهذا لا يرجع فيه إلا إلى الوحي، فإن التشابه يزول بالتدريج، وقد يكون هذا النص خفيا ولكن يفسره نص آخر، مثل قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور كما في حديث عائشة: أن العبور فوق الصلاة هو الورود المقصود هنا، فيكون الحديث مفسرا للقرآن. ومن هذا ما ذكر الأخ أن الإباضية مثلا يعترضون على الشفاعة، على أحاديث الشفاعة جميعا، ويقولون القرآن جاء فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وجاء فيه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن العمل فردي. والجواب أنه لا تعارض بين هذه النصوص وبين أحاديث الشفاعة، فقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في إثبات لشفاعة الشافعين، الآية أصلا مثبتة للشفاعة، لكن ذكرت أن هؤلاء المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن غيرهم مفهومهم أن غيرهم تنفعه شفاعة الشافعين، لأن الله أثبت شفاعة الشافعين، فالشفاعة إذن ثابتة بالقرآن أصلا. ثم بعد ذلك نصوص الأحاديث الصحيحة المتواترة، والشفاعة مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. والرسول صلى الله عليه وسلم يطلق اللفظ إحالة إلى قيد يعلم من غير هذا النص، فيأتي النص النبوي عاما ويراد به الخصوص، ويأتي عاما وهو مخصوص، ويأتي مطلقا وله قيد
يعرف من غير ذلك النص كما ذكرنا عن ابن تيمية رحمه الله أن آيات وأحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة. فبهذا يفهم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من نوقش الحساب عذب، معناه هذا في أغلب من نوقش، قال إذا قال من حوسب عذبها مقصوده من نوقش الحساب، ولكنه أطلق هنا وجاء التقييد بهذا الحديث بسؤال عائشة. فإنه قال من حوسب عذب، وذلك في الأغلب لأن الإنسان إذا حوسب على الدقائق لا ينجو. فذكر ابن القيم رحمه الله شبكة عجيبة فيما يتعلق بالأعمال، قال إن الشيطان عدو الإنسان يسعى لإيقاعه في الشرك، فإن عجز عن ذلك سعى لإيقاعه في كبائر الإثم والفواحش، فإن عجز عن ذلك حاول أن يترك شيئا من الواجبات والفرائض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض السنن والمندوبات عن الفرائض، فإن عجز عن ذلك شغله ببعض السنن عن بعضها، فإن عجز عن ذلك حاول إيقاعه بالمكروهات، فإن عجز عن ذلك شغله بخلاف الأولى، فإن عجز عن ذلك أدخل عليه العجب في نفسه، فإن عجز عن ذلك أدخل عليه الحزن والخوف واليأس من رحمة الله والقنوطة. فالشيطان له شبكة يسعى بها لإغواء الإنسان بأي طريقة. ولذلك في المناقشة، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى وستره الجميل لما خلص الإنسان شيء من عمله. فالعمل أصلاً يحتاج إلى اعتقاد وإلى حضور وإلى إخلاص وإلى إقبال وإلى اتباع للسنة وإلى عدم مبطلات بعدية وإلى عدم انشغال وإلى عدم معارضات ومناقضات، وهذه أمور صعبة جدا، صعب من الإنسان أن يحققها. ولكن ستر الله الجميل والرجاء فيما عنده وفي أفضاله، كل ذلك هو المؤمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تثقل الموازين الحسنات، وهي التي تبارك في الحسنات. فالحسنة الصغيرة جدا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. هذه تكون كالجبل في الميزان يوم القيامة، وهي أصلا عدل تمرة، لكن لامست هذه البركة العظيمة، وهي بركة يمين الرحمن جل جلاله، لا شيء أبرك من يمين الرحمن جل جلاله، فصارت كالجبل ثقلا وعظما وبركة. فالمقصود إذن المناقشة، والمناقشة من المنقاش الذي ينقش به، وهي الأشياء الدقيقة كالخطوط الدقيقة جدا تسمى نقشا، الخطوط الرقيقة والكتابة الدقيقة تسمى نقشا. وقد قال أحد علمائنا أقول لمن يناقش وهو مثر فقيرا عن حقير كالنقير رويدك لا تناقش عن حقير حقير من يناقش عن حقير. فحقوق الناس فيما بينه لا بد من التعافي فيها والتسامح، وبالأخص الشيء التافه ليس من المروءة المناقشة عنه. فعائشة رضي الله عنها استشكلت هذا الإطلاق، قالت من حوسب عذب. قالت عائشة وقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا قاله في من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والذي يؤتى كتابه بيمينه ناجٍ سيدخل الجنة ومع ذلك يحاسب. فظنت أن هذا شامل لقوله من حوسب عذب، أن هذا داخل في ذلك. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض. المقصود بالحساب هنا في قوله سوف يحاسب حسابا يسيرا ليس الحساب بمعنى التدقيق في الجزئيات، وإنما المقصود به العرض، أنه يعرض على الله ويبسط الله كنفه عليه على عبده المؤمن فيقول أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته. وهذا هو العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
نسأل الله أن يسترنا بستره جميعا. ولكن من نوقش الحساب يهلك. بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب هنا مناقشة الحساب، وهذه التي تأخذ وقتا طويلا، يحاسب الإنسان سنوات على سنوات عمله، فإنه يقتص به أثره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فيقتص به أثره منذ كلف إلى أن رفع عنه القلم عند الموت أو غيبوبة العقل. فإذا نوقش الحساب سيأخذ ذلك الحساب وقتا طويلا وحسابا كثيرا ليس يسيرا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا شاهد نحوي في هذه الجملة، وهو أن فعل الشرط كان ماضيا وجاء فعل الجواب، فعل الجواب فعل مضارعا مجزوما، وهذا لا يوجد في القرآن إلا في آية واحدة وليس صريحا، وهي آية في سورة الفرقان، أقصد في سورة الشعراء، وهي قول الله تعالى: فضل نعم نعم فضل يشأ إن ها إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، إن نشأ هذا فعل الشرط هنا مضارع، وننزل فعل الشرط الجزاء مضارع، لكن قال فظلت فعطف هذا، عطف الفعل هنا فظلت أعناقهم لها خاضعين، من السماء آية فظلت أعناقهم، العطف فقط هو المقصود، هو وجه الجزاء. وهنا الأغلب أنه إذا كان الجزاء فعلا مضارعا وكان الشرط ماضيا أن المضارع حينئذ لا يجزم، يرفع، مثل قول زهير بن أبي سلمى: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. وإن أتاه، هذا فعل الشرط ماضي، إن أتاه خليل يوم مسألة يقول، لم يقل يقل، فرفع الفعل الجزائي، لأنه حال بينه وبين الجاسم مبني لا يعمل فيه الجازم وهو الفعل الماضي. ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عقد هذا الباب لأمر قد سبق، وهو أن يكون الإنسان أمينا في وعيه ونقله، وأن يحتسب في تبليغ العلم لمن وراءه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلينا، وذلك شرط في إيماننا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن تحبه كيف تطلعه أنك تحبه؟ بالإهداء له، وأن يكون حاضرا في قلبك دائما: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بمن هدي له أحب شيء لدينا ما هو وأنفعه؟ أعمارنا، أعمارنا هي رأس المال. فأعمارنا إذا صرفناها في تبليغ رسالات الله وفي توصيل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدعوة إلى ما دعا إليه، فكأننا جعلناها امتدادا لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرسل لتبليغ هذه الرسالة، والوقت الذي تمضيه أنت في تبليغها كأنك تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في عمره، لأن العمر فائدته ما يشغل به فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره في تبليغ رسالات الله والتمكين لدينه في أرض الله. والوقت الذي تمضيه أنت في نقل العلم وتبليغه والدعوة إليه وفي إرشاد الناس إلى سبيل الله كأنه زيادة وامتداد لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق بذلك المحبة الحقيقية. فلذلك إذا بلغت فقد أهديت إليه. لذا قال: ليبلغ العلم
الشاهد هذا فاعل يبلغ، الغائبة هذا مفعول يبلغ مفعول ثاني. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد عمرو بن سعيد الأموية وهو يرسل الجيوش من المدينة إلى مكة لغزو عبد الله بن الزبير، وكان هو من بني أمية، فكان تابعا ليزيد بن معاوية، فيرسل الجيوش إلى مكة، والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسكتون على المنبر لا لأمير ولا لغيره، ولم يكونوا لم تكن تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا أمير وعنده جيوش ويخاف منهم، لكن أبا شريح لم تأخذه بالله لومة لائم، فجاء إليه فقال: أيها الأمير، إئذن لي أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغد من يوم النحر. هذه خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد من يوم النحر، ولذلك الحديث الماضي الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم من هذا، وقد أخبر أنه يوم النحر، قيل إن ذلك كان في اليوم السابع، وقيل في اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأن يوم النحر لم يروى فيه خطبة له، وقد اختلف أصلا أين صلى العيد، أين صلى، هل صلى العيد أم لا، والراجح أنه لم يصلي العيد يوم العيد وهو حاج، واختلف أيضا أين صلى الظهر، هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى قبل الظهر، والذي يترجح أنه لم يصلي إلا بمنى، أنه طاف على ناقته وصلى ركعتين وأتى إلى بني عبد المطلب عند زمزم، فقال: اسقوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم، وأتي بدلو فشرب منه قائما، ثم بعد ذلك رجع إلى منى. فأبو شريح ذكر أن هذه الخطبة كانت في الغد من يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر من الحجة. فأراد أن يحقق لهذا الأمير أن هذا لا يقبل الشك بحال من الأحوال. قال: سمعت رسول، ليس تقصد يوم النحر، يوم الفتح أقصد، عفوا، الغد من يوم الفتح. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لو قالها لكفت، لكن أراد أن يحقق ذلك فقال: يقول قولا سمعته أذناي، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، معناه حفظته تماما، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناي حين تكلم به، وهذا مما يسمى بتداخل الضمائر، الضمائر يقع منها التداخل، فتأتي في سياق واحد وليس مرجعها واحدا، وذلك مثل قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة، تعزروه وتوقروه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه تسبح الله. ومثل ذلك قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه، ثلاث ضمائر الغائب، الذي باركنا حوله هذا المسجد الأقصى لنريه، الرسول صلى الله عليه وسلم، من آياتنا إنه الرب جل جلاله والسميع البصير، هذا النوع يسمى تداخل الضمائر. فلذلك هو قال: سمعته أذناي، أي هذا القول، ووعاه قلبي، أي هذا القول، وأبصرته عيناي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حين تكلم به، ما هو هذا القول؟ حمد الله وأثنى عليه، وهذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبه، كان يفتتحها بحمد الله والثناء عليه.
ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. مكة واسمها مكة وبكة، وهي البلد الحرام، وهي فيها أول بيت أخرج للناس، أول بيت وضع للناس وهو البيت الحرام، ومنه منطلق الحضارة البشرية كلها. الحضارة البشرية كلها منطلقها من مكة، ولذلك تسمى بأم القرى، لأن أول بيت وضع للبشرية في مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت مكة لأنها تبك رقاب الجبابرة، وكذلك مكة هذا معناه أنها تقضي على الجبابرة وعلى الظلم. ولذلك قالت امرأة من جرهم لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. وقد جعلها الله حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجعلها الله للناس عامة فلا يختص بها سكانها ولا من ولي أمرها. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن حال بين أحد وبين الحرم الذي دعا الله الناس إليه جميعا وأمر خليله أن ينادي في الناس إليه، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكل من حال بين الناس وبين هذا البيت الحرام فسيبكه الله سبحانه وتعالى ويقطع دابره. وهذه سنة الله الماضين، لما بنى إبراهيم البيت الحرام بأمر الله جل جلاله وإسماعيل، أول من ساكن إسماعيل وأمه هنالك العمالقة، فلما بغوا في الحرم ومنعوا الناس منه طردهم الله منه. ثم بعد ذلك غلبت عليه جرهم، ثم بعد ذلك بغوا فيه فأخرجهم الله منه وقتل بعضهم، قتل بعضهم بعضا حتى ذهبوا ولم تبق لهم باقية، حتى قال شاعرهم في قال: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولا نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر، ولم يبق منهم أحد. ثم بعد ذلك غلبت عليها خزاعة، فلما بغوا أيضا أخرجهم منها قصي بن كلاب، وهكذا. فكل من بغى فيها وأراد أن يحول بين الناس وبين العبادة لله في هذا البيت الذي جعله الله للناس وجعله عتيقا، العتيق معناه الذي لا رق لأحد عليه، لا يتبع لدولة ولا لحاكم ولا لأحد، لا رق لأحد عليه، والبيت العتيق. كل من بغى فيها فإن الله سيبكه. حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. عندما بناها ابن الزبير نبش في حجارتها فوجد حجرا في جوفها، جوف الكعبة مدفون، مكتوب عليه بالعربية: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. فرده ابن الزبير وطم عليه ستره بالحجارة: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. فحرمتها ليست راجعة إلى القوانين ولا إلى أنظمة الملوك، بل قد حرمها الجبار جل جلاله وهو الذي يحميها. لذلك قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. وقد رأى ذلك عبد المطلب لما طاف بالبيت، كان يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك.
اللهم إن العبد يمنع رحله، امنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فأرسل الله الطير الأبابيل فقضت عليهم، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وقد كان أهل الجاهلية يحترمون ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. ولا يعضد بها شجرة، أو لا يعضد بها شجرة، عضد الشجرة بمعنى قطع أطرافها، وعضد الشوك بمعنى أزاله من مكان نباته. والشوك والمرعى عضه بمعنى قطع أصوله. ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الناس سيقولون قاتل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فيترخصون بذلك أن يستدلون به، يعتبرون هذا رخصة، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ من عند الله، وقد أذن الله له في دخول مكة بالسلاح، ومع ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله، ونادى مناديه: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما دخل مكة إلا وهو يلصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه بالسلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يدخلها وقد ألصق ذقنه بصدره حياء من الله جل جلاله، فحرمة هذا البيت عظيمة. إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار. إنما أذن لي، أي أذن الله له في دخول مكة بالسلاح والقتال فيها، ساعة من نهار، ذلك يوم الفتح. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حرمتها اليوم معناه بعد ذلك، بعد تلك الساعة، كحرمتها بالأمس أي ما قبل ذلك. وليبلغ الشاهد الغائب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من شهد هذه الخطبة وسمعها أن يبلغ من غاب، وأبو شريح أدى الذي عليه حتى نحن اليوم بعد كل هذه القرون بلغنا أبو شريح رضي الله عنه ونحن غائبون ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه عندما قال ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا وجه الاستدلال بالحديث، وهو قوله ليبلغ الشاهد الغائب، فقال عمرو: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، ولم يقبل بيان أبي شريح، بل ذكر أنها لا تعصم عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة، أي سرقة. قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لشدة الوعيد الوارد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ عنه، وهذا يقتضي رواية عنه ونقلا لحديثه، لكن مع ذلك شدد في الكذب عليه وحذر منه تحذيرا بالغا، فروى عنه عدد كبير من أصحابه، وصلوا إلى 200 أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 200 من الصحابة، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، هذا الحديث رواه العشرة المبشرون بالجنة جميعا، الخلفاء الأربعة الراشدون، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة والزبير، كلهم رووا التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أورد بعض أحاديث الصحابة التي هي على شرطه هنا في هذا الأمر،
فأول ذلك قوله عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تكذبوا علي، فحرم الكذب عليه ونهى عنه، وبين الوعيد الشديد في ذلك، قال: فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لم يرد فيه في رواية علي متعمدا، لكن استأتينا في رواية أبي هريرة فقال: فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد شديد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن الصحابة يكذبون عليه رضوان الله عليهم، وكان أحدهم أحب إليه أن يقع من السماء فتخطفه الطير عن أن يقول قولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأكد أنه قالها. ومن بعدهم من الناس عندما فشى فيهم الكذب وبدأ وضع الحديث، قيض الله أهل الحديث النقاد، فلم يبقى حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بينوا وضعه، كما قال العراقي رحمه الله: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا هم من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. هو هم بذلك فقط ولم يفعله بالليل وفي الصين، لأصبح الناس ببغداد ولم تكن أجهزة الاتصالات متوفرة إذاك يقولون فلان كذاب وضاع. هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري في الصحيح. ثلاثيات البخاري 24 حديثا بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. هذا الحديث رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرب، فكان يسكن في البادية، كان يحب البادية والغنم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يعطى للفارس عندما سبق الخيل على رجليه في غزوة ذي قرد، وفي مطاردته لغطفان طارد الخيل على رجليه فسبقها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيّن بهذا الأسلوب أن من قال عليه أي قول لم يقله فنسبه إليه فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أول حديث أخرجه مسلم في الصحيح في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، حتى لو لم يحق. إذا كان الحديث لم يضعه هو ولكن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تثبت هل هو صحيح أو لا، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وأهل الحديث كانوا يتحرجون من اللحن في الحديث. قال أحمد بن حنبل: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، فليحذر اللاحن أن يكون ممن كذب عليه متعمدا، لأنه قال عليه ما لم يقل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن قط، واللاحن في الحديث كأنه كذب عليه قوله ما لم يقل. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي،
ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جمع ثلاثة أحاديث، أي ثلاث جمل، كل جملة مستقلة قائمة بنفسها. فأبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي، فيشرع للناس أن يتسموا باسمه محبة له وإجلالا وتقديرا، فمن يسمي ولده باسمه هذا من إجلاله له ومحبته له، وقد فعل ذلك أصحابه. فأبو بكر سمى آخر أولاده محمدا، وعلي سمى أربعة من أولاده كل واحد اسمه محمد، وطلحة بن عبيد الله سمى أول أولاده محمدا، وهكذا أكثر الصحابة من له أولاد متعددون لابد أن يكون فيهم محمد أو أكثر من ذلك، وكذلك التابعون من بعده. وهذا الاسم الشريف اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسمى به أهل الجاهلية كثيرا، عرف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط ممن تسمى بمحمد، فاختاره الله اسما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسماه الله به أربع مرات في القرآن، قد سبقه إليه أربعة وسماه الله به أربعا في القرآن. ولا تكنوا بكنيتي، معناه إذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، أي لا تجمعوا بين الاسم والكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والكنية إجلال للإنسان أن ينادى باسم أكبر أولاده أو بمن اختار، أو حتى بغير إذا لم يكن له ولد وتكنى، كعائشة تكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، فيجوز أن يتكنى الإنسان بغير كنيته، كأبي بكر ليس له ولد اسمه بكر، وكأبي حفص عمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، فلا حرج في التكني بولد باسم لم يولد للإنسان ولو لم يكن له ولد أصل. والتكني نداء الإنسان بكنيته إجلال له وتوقير، ولذلك يقول العرب: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبا، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدبا. وفي البيتين رواية أخرى: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وهذا من المعلق، أني رأيت، حذفت اللام التي تدل على التعليق، تعليق رأيت معناه أني رأيت لا ملاك الشيمة الأدب، فعلق الفعل الناسخ عن الجملة الاسمية ولم ينسخها، لم يعمل فيها. ولا حرج أن يكن الإنسان الذي ليس اسمه محمدا بأبي القاسم، لم يجمع بين كنيته واسمه، وقد تكنى عدد من السلف بأبي القاسم. ولا تكنوا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني، هذه الجملة الثانية فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام فقد رآه على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وهذه بشارة للرائين. وما يرى في المنام خمسة أقسام: القسم الأول منه ما كان رؤيا من الله، الرؤيا من الله، وهي من المبشرات التي بقيت، وهي جزء من أجزاء النبوة، وقد سبق الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والحديث الآخر أنها جزء من 73 جزءا من أجزاء النبوة، وسبق الجمع بين الحديثين. والنوع الثاني النفث من القرين الملكي، القرين الملكي ينفث في الروح الإنساني نصيحة، والفرق بينها وبين الرؤيا الإلهية أن الرؤية الإلهية ثابتة لا تتزلزل ولا تكون إلا بالخير، والنفس الملكي متزلزل ولا يكون إلا بالخير أيضا. فالملك يأمر الإنسان أن يقول خيرا، أن يقرأ قرآنا، فإن امتنع أمره أن يذكر اسم الله، فإن امتنع أمره أن يسكت عن الشر أو أن ينام
لينقطع شره. فهذا من النفث الملكي، وكذلك في المنام يبشره بخير يلقاه ويزيل عنه الحزن بذلك، أو يبشره على قريب له قد مات فيراه صورة حسنة أو نحو ذلك. القسم الثالث ما يكون من الأمزجة والأمراض، فيخيل لصاحبها شيء في المنام فتراه روحه هو ناشئ عن أمر في جسمه، كأصحاب المرة وهي الحموضة الصفراء دائما يرون الحرائق والرؤى المروعة. وسبب ذلك راجع إلى المرض والطبيعة، وكذلك ما كان راجعا إلى هوى نفسي، كمن نام وهو ظمآن يرى الماء، ومن نام وهو جائع يرى الطعام. ثم القسم الخامس ما كان حلما من الشيطان، فإن الشيطان يلعب باللسان يدخل عليه الحزن. وعلامة الحلم الذي من الشيطان علامتان: العلامة الأولى أن يأتي بما يخالف العقل أو الشرع، الشيء المستحيل مخالف للعقل أو مخالف للشرع، فهذا من الشيطان. ودليل ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي ألاعيب الشيطان بك. هذا الرجل رأى أمرا مستحيلا وهو أن رأسه قطع فتدحرج فتبعه، كيف يراه؟ البصر في الرأس والرأس قد قطع، فهذا مستحيل عقلا، أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي ألاعيب الشيطان بك. وكذلك العلامة الثانية أن تترتب عليه لذة بدنية كالاحتلام ونحوه، فإذا ترتبت عليه لذة بدنية فهذا من الشيطان، لأنه يتلاعب بالإنسان مثل هذا النوع من التلاعب. ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تأتي على أحوال، أبلغها وأصدقها أن يراه الإنسان على صورته، على صورته الواردة في وصفه، فيراه ربعة مائلا إلى الطول أبيض مشربا كث اللحية، لحيته سوداء، ويرى كمال جسمه وأنه ليس بادنا ولا مطحما ولا مكلثما، ويرى اعتدال صورته، ويرى قوته وضخم مفاصله وضخم هامته إلى آخر الأوصاف الجميلة التي فيه. فمن رآه كذلك هذه أحسن رؤية وهي صادقة، ولا يمكن أن يأمره فيها بسوء، لا يمكن أن يأمره بمخالفة شرعه أصلا لأنها رؤيا حق. أما ما دون ذلك فمنه أن يراه ويأمره بخير ولكن يراه على صورة غير صورته، إما على صورة إنسان يعرفه هو كشخص من العلماء أو من الصالحين، فهذا تأثر نفسي حجبته محبته لذلك الشخص أو معرفته به، أو ظهر له في تلك الصورة التي يتأثر بها، فهو بقي عليه شيء من الوصول إلى مقام الرؤية الحقيقية، ولكن رأى وارثا من ورثته أو مبلغا عنه، فكان ذلك على الأقل جزءا من أجزاء الرؤية. القسم الثالث أن يراه بصورة قبيحة مخالفة لرؤيته، كأن يراه إنسانا أشيب أو أعرج أو أعور أو فيه عيب من العيوب الخلقية، هذا أصلا منافي، ما يمكن أن يرى أن يكون كذلك، وحينئذ يدل هذا على مرض في الرائي، أن الرائي مرتكب لقبيح سترى عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فرأى تلك الصورة، فإذا رآه أعمى أو أعور أو أعرج أو أسود أو غير ذلك، معنى ذلك أنه هو الرائي قد ارتكب كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش سترته عنه فرأى صورة نفسه، رأى العيب الذي فيه في تلك الصورة. ولذلك قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. وإذا جاءه جاء رأى رؤيا فأمرته بسوء
نهاه عن الصلاة أو أمره بقطيعة الرحم أو بشرب الخمر أو بأمر محرم، فليعلم أن ذلك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي رآه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتمثل الشيطان في صورته، ولكن قذف في روعه هو أنه رسول الله وادعى ذلك له. والذين يدعون النبوة كثير، فقد ادعى مسيلمة والأسود العنسي والسجاح وطليحة بن عدي ومالك بن نويرة في العهد النبوي وقربه. فدعوى النبوة ليست هي الممنوعة، دعوى النبوة حاصلة تقع، فيمكن أن يأتيك شيطان ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كاذب، لأنه يأمر بغير ما أمر به، ولأن صورته على غير صورته، فليس ذلك منافيا لقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بصورته. الجملة الثالثة وهي التي عقد عليها الباب: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، وهذه فيها إضافة لفظ متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ دائما هو وصف وهو قيد، وعند الحنفية أنه لا مفهوم له، لأنهم يرون أن مفهوم المخالفة بالصفة والشرط ونحو ذلك لا اعتبار له، والشافعية يبالغون في اعتبار مفهوم الصفة مفهوم المخالفة مطلقا، ولذلك قالوا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا إنما يلزم الجزاء في حق المتعمد وغيره لا يلزمه، والجمهور على أن متعمدا هنا لا مفهوم لها، فمن قتله خطأ أيضا عليه الجزاء. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: باب كتابة العلم. هذا الباب لوسيلة من وسائل التلقي وهي كتابة العلم، وهذه مسألة اختلف فيها قديما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عنه، قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وذلك عند نزول القرآن لئلا ينسب الناس إلى القرآن ما ليس منه، كما كان من حال بني إسرائيل، فإنهم كانوا يأخذون كلام رهبانهم وعلمائهم فيدرجونه في الكتب المنزلة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما القرآن فكان يكتب عنه وكان يأمر بكتابته، وكذلك كتبه هو كصلح الحديبية أمر بكتابته، وككتابه إلى هرقل، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى المقوقس، وكتابه إلى النجاشي، وكتابه إلى المنذر بن ساوى، هذه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أرسل به من الكتب إلى بعض أصحابه كالكتاب الذي كتب لابن جحش وأعطاه إياه مختوما، وككتابه إلى العلاء بن الحضرمي أمورث امرأة الشم الضبابي من ديته، هذا كتاب كتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك كتابه لعمر بن حزم في الديات والعقل، وكذلك الكتاب الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد جعله في قراب سيفه، وسيأتينا أنه قيل له: أعندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، هذا له البخاري، وفي مسلم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا كتاب علي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه ما عنده شيء يقرأ غير كتاب الله ما في هذه الصحيفة. ومثل ذلك أنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص
أن يكتب عنهم، وقد أتاه فقال إني أكتب عنك وقد نهتني قريش، فقالوا إنك تتكلم في الغضب فعسى أن تسب من لا تريد سبه فأكتب ذلك، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، أي لا يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، فهو دائما يقول كلمة الحق في الرضا والغضب. وكذلك الصادقة التي كانت عند أبي هريرة وقد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد هو هذا الكتاب لبيان كتابة الحديث. وطبعا الحكم الذي هو النهي عن الكتابة في العهد النبوي كان مع يدور مع علتها حيث دارت، ولم تعد العلة قائمة، وهي خوفه أن يختلط ذلك بالقرآن، فلم يعد ذلك مخوفا، فأصبحت كتابة الحديث مطلوبة. وأول من انتدب لذلك واهتم به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد مضي 100 سنة، لما توفى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد على وجه الأرض، أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يكتب السنن وأن لا يكتب إلا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أن يكتب كذلك، وأرسل إلى علماء الأمصار أن يكتبوا فكتبوا، فكان ذلك بداية تدوين السنة. وهذا رد على أصحاب الشبهة الذين يطعنون في حفظ الناس، فالصحابة كان حفظهم للسنن وللقرآن معجزة، والتابعون من بعدهم كتبوا ما حفظوا عن الصحابة، وكان في صحفهم كل تابعي عالم مشهور له صحف يحدث بها ويرويها الناس عنه ويكتبونها ويقابلونها على صحيفته، لكن لم يجمع ذلك في صورة تأليف إلى أن جاء أتباع التابعين، وهم أول من جمع تلك الروايات في كتب، واختلف في أولهم، ولكن راجح أن ينظر في ذلك إلى البلدان، فأول من كتب من أهل مكة كتابا هو أبو بكر بن عبد الملك بن جريج، وأول من كتب من أهل المدينة مالك بن أنس، وهكذا أول من كتب من أهل العراق هشيم الواسطي، وكل أهل بلد لهم مقدم في الكتابة. ومالك كتب موطعه ورتبه على أبواب العلم وما زال ينقص منه، مكث 41 سنة بعد تأليفه، وكل ما عرض عليه حذف منه بعض الأحاديث، إما لأنه يرى أنها لا يحتاج إليها في مثل هذا الكتاب، أو أنه يشك في سماعه، أو يشك في إخلاصه عند التحديث بها، فأراد الدقة أن يكون هذا خالصا لوجه الله، فكتب هذا الموطأ. ورواه عنه 900 شخص، وقد وصل إلينا من 26 رواية، وكان يحذف منه، فقيل له الناس يزيدون في كتبهم وأنت تنقص من كتابك، فقال ما كان لله فسيبقى، فلم يصل إلينا من كتب ذلك العصر إلا هذا الكتاب وحده. جميع أتباع التابعين ما وصل إلينا أي كتاب منهم من كتبهم إلا الموطأ، وهو أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله. ثم بعد ذلك بدأ تدوين السنة في الدواوين الكبرى كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكسنن سعيد بن منصور، وجاء بعدهم أصحاب المسانيد كأبي بكر بن أبي شيبة أيضا وكأبي داود الطيالسي وكمسدد وغيرهم والإمام أحمد وهكذا. ثم جاء الأصحاب الصحيح الذين ألفوا على هذه الطريقة، فهم مسبوقون، وكل ما ذكروه في كتبهم موجود في غيرها من الكتب، وهذه الكتب سواء كانت موجودة بالمخطوطات أو موجودة أو طبعت فيها ما يدل على هذا. فإذا قارنت بين نسخة من صحيح البخاري لدى المغاربة ونسخة لدى المشارقة ونسخة لدى الأتراك ونسخة لدى العرب ونسخة لدى الأفارقة وقارنتها ستجدها متفقة قبل الطباعة. وكذلك الرواة الذين حفظوه ورووه، فهذا يرد هذه الشبهة، وهو أراد أن يستدل لكتابة العلم، فقال وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون،
ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهذا الحديث خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد قال فيه بعد حمد الله والثناء عليه كعادته في خطبه: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل. الفيل والقتل كتابتهما واحدة، ولم يكونوا لم يكن النقط معروف موجودا في عهد الصحابة، فيمكن أن تقرأ الفيل وهو فيل أبرهة الأشرم، فقد حبسه الله عن مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وإذا قرأتها القتل فمعناه أن مكة يحرم فيها القتل، وقد سبق ذلك في حديث أبي شريح. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أي سلط على أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وذلك في فتح مكة. ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، فهي حرم الله لا تحل لأحد، لا يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار. ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، عندما خطبت تلك الخطبة، حرام لا يختلى شوكها. ويختلى الخلاء بالقصر معناه قطع الكلاء لعلف الدواب به، وقال اختلى الخلاء بمعنى قطعه. أما الخلاء بالمد فهو الأرض التي لا ساكن فيها، هذا الفرق بين الخلاء والخلاء. الخلاء المقصور هو الكلاء اليابس الذي يقطع ويؤتى به وتعلف به الحيوانات. لا يختلى شوكها، والمقصود بالشوك هنا النبات الذي فيه شوك. ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع. فالشجر الذي نبت بنفسه في الحرم، في حدود الحرم كلها، لا يجوز قطعه. لكن إذا كان الشجر مغروسا أو كان النبات محروثا فيجوز قطعه ولو في داخل حدود الحرم. فالمقصود بشجرها وشوكها ما نبت بنفسه، ما أنبته الله دون فعل بشر. أما ما غرسه الناس فيجوز قطعه، إنه من أشجار الناس. وهذا يشمل ما كان أصله في الحرم وخرجت أغصانه خارج حدود الحرم، وقيل أيضا يشمل ما كان أصله خارج حدود الحرم ودخلت أغصانه في الحرم، فلا يقطع أيضا لأن ما كان جزءه محرما فسائره كذلك. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمشرك، لا تلتقط ساقطتها، ما سقط فيها من المال لا يلتقط، لا يتملكه الناس، بل يبقى حتى يأتيه صاحبه، إلا لمنشد وهو المعرف الذي تكلفه الدولة بأن يجمعها وأن يعرفها للناس وأن يحتفظ بها، وهذا لا يملكها بحال من الأحوال. فاللقطة في غير مكة ذكرنا الحديث السابق فيها، وأن الإنسان يعرفها سنة ثم شأنه بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فعرف وكاءها وعباصها نفعها إليه، وإلا استمتع بها. أما في مكة فلا تلتقط، وكذلك المدينة، فأحكام الحرم واحدة، لا فرق بين مكة والمدينة في الأحكام. فلذلك لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، ولذلك جاء في الحديث الآخر بلفظ إلا لمعرف. والمنشد من أنشد الضالة إذا وصل إليها و كانت تحت يده فهو ينادي أصحابها، بخلاف نشد الضالة. نشد الضالة معناها سأل عنها، نشد الضالة معناه سأل عنها، وأنشدها معناه عرفها، قال هي عندي وصفتها كذا وكذا. فهذا الفرق بين نشد وأنشد.
والعرب يقولون إصاخة الناشد للمنشد، الناشد فاقد الضالة الذي يسأل عنها يصيخ للمنشد المعرف بها. فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل الرخو الملاط نجيب، فبيناه يشري رحله يبيع رحله عندما ضاع جمله في الحرم مكة، قال قائل لمن جمل الرخو الملاط نجيب، هذا هو المنشد، فسمعه فلم يبيع رحله. ونشدان الضالة منهي عنه في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه، وإذا سمعتم الرجل يبيع ويبتاع إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المساجد أو في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته. فالمساجد لم تبنى لشأن الدنيا. فمن قتل، هذا لا يتعلق بمكة ولكنه حكم عام في حق من قتل عمدا من المسلمين، إذا قتله أي واحد فأولياء الدم هم أولياؤه بخير النظرين، معناه هم مخيرون بين أمرين، إذا شاءوا اقتصوا من القاتل فقتلوه، وإذا شاءوا أخذوا دية وهي دية الصلح عن العمد، دية الصلح عن العمد تكون مغلظة إلا إذا رضي أولياء الدم بما دون ذلك. وسيأتينا أن الدية تنقسم إلى قسمين، إلى مخمسة وإلى مغلظة. فالمخمسة تكون من أصناف الإبل، فيها 20 بنت مخاض، و20 ابن لبون ذكرا، و20 بنت لبون أنثى، و20 حقة، و20 جذعة. وأما المغلظة ففي منها 40 في بطونها أولادها، كما في حديث القاسم بن ربيعة، منها 40 خليفة في بطونها أولادها. فهذه المثلثة تكون 3 أصناف فقط، من 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، وهذه دية العمد إلا إذا اصطلحوا على شيء غير ذلك. وهذا عندما كان العرب يتعاملون بالإبل فكانت كأنها هي العملة التي يتعامل الناس بها، أما ما سوى ذلك فقد جعلت الدية 1000 دينار من الذهب لأهل الذهب، و10,000 درهم لأهل الفضة. وقد ذكر أهل اليمن لعمر أنهم يتبايعون بالثياب فجعل الثياب دية لأهل اليمن، حدد لهم ذلك. ولهذا رأى الفقهاء أن أهل كل بلد يرجع إلى غالب تعاملهم، فعملتهم المحلية هي التي تدفع بها دياتهم ومهور نسائهم وأروش جناياتهم. ولذلك قال جدي محمد علي رحمة الله عليه يقول حاصل ما نقل عبد القادر في دية الخطاب نقل النادر أن مدارها على أحوال معاملات الناس في الأموال، فإن يكن تعامل في مذهب ناحية بإبل أو ذهب فإنهم يدون مما غلبا في عرفهم إن إبلا أو ذهبا، وإن يكن ذلك بالرقين رقنا الفضة فإنهم يدون من رق، فإن يكن ذلك بالرقين يدون من رقيهم يقينا، بحسب التعامل. ولا حصر في هذه الأنواع، فالعملات المحلية اليوم تقوم مقام هذه الأنواع في الديات. ولذلك قال بخير النظرين، إما أن يعقل تدفع ديته، والعقل هو الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، أي أن يعطى القتيل لأهل، أن يعطى القاتل لأهل القتيل يسلم إليهم برمته أي بحبله فيقتصون منه. وقد يجتمع ذلك، وهذا من النوادر، وذلك إذا أمسك رجلا لآخر حتى قتله، فقيل يقتلان به، وهذا مذهب الجمهور، وقيل الذي باشر القتل هو الذي عليه القصاص، والآخر متسبب غير قاتل والمباشرة تقطع حكم التسبب فعليه الدية. ومثل ذلك في الطب أيضا، وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في هذا مسألة، وهي قوله إذا أجاب خالدا مروان
وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا، ولا يرى اللخمي إلا القودا. ذكاة منفوذ المقاتل على هذا، فإن أنفذ منه مقتلا فمات فهو للقصاص يندب، وعدم العقل يراه أشهو. فإذا أصابه شخص بجائحة والطبيب يستطيع أن يعالجه ويبرأ، ولكنه امتنع من ذلك حتى مات، فقيل يقاد منهما يقتلان معا، لأن عمر قال لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل صبي واحد لقتلتهم به. هذا التمالؤ. وقيل المباشرة تقطع حكم التسبب، فيقتل القاتل المباشر الذي أجابه، وتؤخذ الدية من الآخر فتجتمع الدية والقتل. ولا منافاة بين هذا وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين خير النظرين، لأن هذا في الشخص الواحد، فهم بخير النظرين في الشخص الواحد. وخير النظرين ما اختاروه، أي هم بين خيرتين، إما أن يختاروا القصاص وإما أن يختاروا الدية. فجاء رجل من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام، فقال اكتب لي يا رسول الله، فذكر أنه لم يحفظ هذا الكلام وأنه يريد كتابته، فقال اكتبوا لأبي فلان. جاء التصريح بفلان، هذا هو اسمه أبو شاه، أبو شاه، فقال اكتبوا لأبي شاه، فأمرهم أن يكتبوا لهذا الرجل. فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، عندما قال إن مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، جاء العباس يريد استثناء، فقال إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر نبات ينبت بمكة وبأوديتها، وهو حسن الرائحة، يحتاج الناس إليه في بيوتهم لتحسين رائحتها، ويضعونها يضعونه حشوا للوسائد، رسائد من الجلود يحشونها بالإذخر، وأيضا يجعلونه في القبور لوقاية أصحابها، وأيضا لم تكن الثياب كثيرة فكانوا يسترون به بعض أطراف الميت إذا بدت من كفنه. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت رضي الله عنهما، كلاهما حصلت له هذه القصة ورواها، أنه كان صائما فجيء فرأى على مائدته أنواع الطعام فبكى، فقيل ما يبكيك يا أبا المنذر، وهو عبد الرحمن بن عوف، قال إنا كنا أهل جاهلية فأرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا واتبعنا، فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم قتل، يقصد يوم أحد، وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه من هذا النبات الذي هو الإذخر، فكملوا كفنه بذلك، فماتوا ولم يتعجلوا من أجلهم شيئا، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فأولئك ماتوا ولم يتعجلوا شيئا من أجورهم، والذين بقوا بعدهم خافوا أن يقال لهم هذا الكلام الذي أخبر الله أنه يقال للذين تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها، نعوذ بالله. فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، وذلك لما يحتاجون إليه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى لهم الإذخر لحاجتهم إليه، فإنه يمكن اختلاؤه من خلأ الحرم لقصد الإرفاق لنفع الناس في بيوتهم وفي قبورهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر رضي الله عنه
إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا حديث من أحاديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفاه الله وقبضه به، وحدث به ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس الذي قبل وفاته، وقد توفاه الله يوم الاثنين، وقد اشتدت به الحمى والصداع، وقد أمر نساءه أن يصببن عليه من 7 قرب، فصببن عليه من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، حتى أشار بيده أن حسبكن، وأراد بذلك أن يكتب للناس كتابا، ودعاهم أن يأتوا بكتاب، أي بورق وآلة الكتابة، ليكتب للناس كتابا لن يضلوا بعده، معناه لن يقتتلوا بعده، وهذا الكتاب يتعلق بالسياسة والخلافة، كان أراد فيه أن يبين لهم أسلوب الحكم ومن يتولى الخلافة ووظائف الناس فيها، فيكون بمثابة الدستور والنظام الأساسي للدولة. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكتب هذا الكتاب، لأن أساليب الدولة ستختلف وتتوسع الدولة الإسلامية، ولو اقتصرت على ذلك الكتاب فقط لكان هذا عنة وحرجا على الناس، فكان من موافقات الوحي لعمر رضي الله عنه أن الله وفق عمر فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهد بسبب المرض، وليس لهم أن يزيدوا إجهاده ولا أن يتعبوه، فنهاهم عمر فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا من موافقات عمر حين قال قولا من اجتهاده فأقره الوحي، وقد كثر ذلك، فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الوحي وافقه في 7، وورد عنه في 8، 8 مسائل كلها وافقه الوحي فيها، ومنها ضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، فإن عمر هو صاحب الاقتراح بذلك، ومنها قضية الأذان، وغير ذلك من الموافقات التي جاء فيها الوحي موافقا لاجتهاد عمر ورأيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به وجعه، وكان يوعك كما يوعك رجلان زيادة في أجره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، والمقصود بأن لا تضلوا أي لا تقتتلوا، وبيان ذلك أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وذلك كفر دون كفر كما سبق في كتاب الإيمان. فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، أي يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى. فاختلفوا، أي اختلف الناس في المجلس، وكثر اللغط، أي منهم من يقول ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، أو يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه لنا، وآخرون يقولون لا تجهد نفسك ولا تحتاج إلى كتابته، فاختلفت عليه الآراء. وقد عود رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الشورى والمشورة، لأن الله أمره بذلك، فقال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، فهم متعودون على أنه يشاورهم، فلذلك ولو لم يرد هنا في هذا الحديث أنه شاورهم فقد أشاروا عليه، ولذلك كثر اللغط، معناها الخلاف بين من يقول له نعم اكتبه، ومن يقول له لا تحتاج إلى أن تكتبه ولا تجد نفسك، فلما حصل هذا الخلاف عنده فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم لصالح رأي عمر، فلذلك قال فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. وهذا إشارة وتنبيه إلى نفي التنازع، فهو حذرهم من التنازع والخلاف، هذه وصيته، هذا أهم شيء كان سيكتبه، تحذير من التنازع وحصول الخلاف بينهم، حذرهم من ذلك، ولا ينبغي عند التنازع. ثم قال باب العلم والعظة بالليل،
عقد هذا الباب لانتهاز الفرص، ولأن العلم لا يختص بالنهار وليس له وقت دون وقت، وإنما الوقت الذي يجده الإنسان ويجد فيه نشاطا أو يجد فيه فرصة، كحالنا الآن، فقد كان سلفنا يسهرون في طلب العلم. والبخاري رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا كان يعد له أن يقوم فيوقد المصباح ويكتب حتى يتعب، ثم يطفي المصباح وينام، ثم يقوم ويوقد المصباح ويكتب 16 مرة في الليلة الواحدة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا أراه الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما من أمور أمته، ففي تلك الليلة أنزل كثير من الفتن والحروب والقتال في هذه الأمة، وفيها أيضا فتح لهذه الأمة كثير من الأموال والخزائن والأمصار والبلدان. فقال تعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وتعجب منه، فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ثم أمر بإيقاظ أمهات المؤمنين ليصلين ويذكرن الله ويتعوذن من هذه الفتن ومن شر هذه الخزائن. فقال: أيقظوا صواحب الحجر، الصواحب جمع صاحبة والحجر جمع حجرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فحذرهن وأمرهن بالصلاة وذكر وقراءة القرآن، ولذلك قال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا كالذي ينام ويلتحف بلحافه، ولكنه فرط في أمر الآخرة، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان عن أمر الآخرة كقيام الليل، حظه من قيام الليل أو قراءة القرآن والذكر أو طلب العلم، ويفضل على ذلك أن يلتحف بلحافه ويستتر. قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الحديث فيه إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لهذه الموعظة والذكرى، وهذا تعليم، لأنه أخبر عن أمر سيأتي ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، وهو ما أنزل من الفتن وفتح من الخزائن. نقف إذن عند هذا الحديث إن شاء الله عند باب السمري في العلم، وهو امتداد للباب السابق، لأن الباب السابق العلم والعظة بالليل، وهذا الذي وقفنا عليه السمر، وهو المسامرة والمذاكرة في العلم في الليل. هذا السؤال يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد لسماع مثل هذا الدرس؟ الجواب أنها تعتزل مكان الصلاة وتجلس في مكان تسمع فيه العلم، فإذا كان مكان في هذا المسجد مثلا مخصصا لذوات الموانع يجلسن فيه فلا حرج ولا يصلى فيه، بل يبقى مخصصا لهن. هذا يقول: كثيرا ما تذكر أبياتا لجدك رحمة الله عليه، فهل جمع نظمه في كتاب؟ أنني كنت وأنا صغير قد جمعت شيئا من ذلك في كتاب سميته نفائس الطريف والتالد من مآثر وآثار الوالد، ونظمت ترجمته في 400 بيت، وجمعت شعره وأغلب منظوماته، ولكن لم يطبع الكتاب. هذا السؤال: هل خلق آدم على صورة الرحمن له أصل؟ الجواب: نعم، هو عند أبي بكر بن خزيمة رحمة الله عليه كتاب التوحيد. نعم. هذا السؤال: ما هي الوسائل
والأساليب التي ينصح بها حافظ القرآن ليثبت حفظه؟ جواب أن قراءته له آناء الليل وأطراف النهار وصلاته به في الليل ذلك هو الذي يثبت حفظه ويزيده. إذن نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.